العالم كله خبايا والكون مليان أسرار والدنيا حلوة ومن كتر جمالها تحتار وحياتنا رغم صعوبتها لكنها جميلة ومليانة كتير أزهار وفي كل زهرة لو دققت هتلاقي حكمة وعلم وأفكار ومعاكم كل يوم هنتقابل واحكي لكم حكاية نتعرف بيها على سر من الأسرار في رحاب الدنيا الكبيرة هبة الخالق الأعظم عالم السر والأسرار. كلنا نعرف إن الأكسجين والماء شيء مهم وأساسي للحياة، ولكن هل ممكن إن يكون الأكسجين سبب للموت ونهاية الحياة؟ للإجابة على السؤال ده لازم نفكر كويس. فعلاً الأكسجين ممكن أحياناً يكون سبب للموت ونهاية الحياة. الحقيقة في المستشفيات وكتير من العيادات بنستخدم علاج أو مطهر لبعض الجروح عبارة عن مادة اسمها هيدروجين بيروكسيد. المادة دي بنستخدمها لتطهير الجروح أو بنسميها ماء أكسجين. التركيب العلمي ليها H2O2، يعني عبارة عن نفس تركيب الماء اللي هو H2O، ولكن بيزيد عنه ان فيه جزيء اكسجين زيادة، ومن هنا جت تسميته ماء اكسجين، عبارة عن ماء وزيادة عليه جزيء اكسجين. فكرة عمل ماء الاكسجين هو ان البكتيريا اللي غالبا بتكون في الجروح او في بعض الخراريج او في بعض الالتهابات الموجودة في الجروح بتكون عبارة عن بكتيريا هوائية التنفس وبكتيريا لا هوائية التنفس، يعني ما بتحبش الأكسجين والهواء. يعني بمنتهى البساطة إن هو فكرة عمله إن هو بيشتغل كعامل محفز للأكسجين أو مطلق للأكسجين أو إحنا بنسميه أوكسيدايزر. فكرة عمله إن هو أما بيطلق الأكسجين فبالتالي البكتيريا اللي هي لا هوائية اللي هي ما بتحبش الأكسجين والهواء لما بتلاقي الأكسجين النشط ده بتموت تلقائيا، وهي دي فكرة عمله. وبالتالي فهو مطهر للجروح نتيجة ان هو بيطلق الأكسجين اللي هو بيموت هذه البكتيريا، وبالتالي فعلا الأكسجين بالنسبة لهذه البكتيريا يعتبر مميت ومنهي للحياة بالنسبة له. مش بس كده، ماء الأكسجين بيشتغل بطريقة ميكانيكية بالظبط زي فرشة الأسنان. إزاي؟ إن هو أول ما بيطلق الأكسجين بمجرد ما بيلامس الجلد أو الجروح فبيحدث فوران. الفوران ده بيؤدي إلى إطلاق الأكسجين وبيطلع زي الفوم على سطح الجرح. مجرد ان هو يطلق الاكسجين فهو بيعمل عملية تطهير ودعك للجروح بشكل قوي جدا، بالظبط زي ما شبهت ليكم بفرشة الاسنان. مش بس كده كمان، ده من ضمن الفوائد بتاعت ماء الاكسجين ان هو لانه سائل فهو بالتالي بيقدر اما بنحط على الجرح فهو بيدخل الى اعماق الجرح لانه سائل، فيقدر يتوغل بعمق داخل الجرح وبالتالي هينظف العمق بتاع الجرح بشكل قوي جدا جدا. ويمكن ده السبب اللي خلى ان كتير من اطباء الاسنان بيعالجوا من المرضى بتوعهم يقول له حط
التركيبه بتاعت الاسنان او اتمضمض بماء اكسجين، لان نتيجه الفوران فهو بالتالي بيقدر يوصل لاعماق الاسنان، تركيبات الاسنان واعماق. مش بس كده، هنلاقي كتير قوي من معجين الاسنان عباره عن من ضمن مكوناتها هتلاقي هيدروجين بايروكسيد او H2O2 او ماء الاكسجين من ضمن مكوناته، نتيجه ان هو الاكسجين النشط. مش بس كده، انت ممكن تلاقي كتير قوي من المنتجات بتاعه التنظيف يقول لك فيه اكسجين النشط بدون ذكر اسماء لعلامات تجاريه او منتجات تجاريه. مش بس كده، كمان من ضمن الفوائد والميزات اللي ممكن نلاقيها في استخدام ماء الاكسجين في تطهير الجروح ان هو كمان بيذيب، يعني بيدوب الدم المتجلط الموجود داخل الجروح، واللي غالبا البكتيريا بتتغذى على هذه التجلطات الدمويه اللي تعتبر مصدر لغذاء البكتيريا، وبالتالي ماء الاكسجين بيدوب هذه التجلطات الموجودة داخل الجرح، وبالتالي بيطهر الجرح ويعقمه. ويمكن هو متخصص كمان للقضاء على بعض أنواع من أنواع البكتيريا اللي احنا بنسميها الستريبتوكوكاي، أو البكتيريا اللي هي الدائرية اللي هي الكروية الصغيرة الحجم اللي بنسميها ستريبتوكوكاي. ومش بس كده، كمان ده بيقضي على الفنجاي أو بيقضي على الفطريات اللي بتبقى موجودة في الجرح، وكمان بيوقف نمو البكتيريا الهوائية أيضا، وبالتالي هنلاقي إن هو له العديد من الفوائد. يعني بمنتهى البساطة لو إحنا هنعدد هنلاقي إن هو ليه فوائد كثيرة جدا، ولكن على الجانب الآخر له بعض المشاكل والمساوئ. من ضمن المشاكل بتاعة ماء الأكسجين الأكسجين هيدروبيروكسيد إن هو كمان بيدوب بعض الخلايا المهمة اللي بتساعد على التئام الجروح مثل الفايبروبلاست. خلايا الفايبروبلاست هي الخلايا اللي بتؤدي إلى التئام الجرح، فهو في بعض الحالات بيذيب هذه الخلايا، وبالتالي من ضمن مشاكله إن هو يمكن يأخر التئام بعض كتير من الجروح. ضمن برضو المشاكل للماء الأكسجين أو الهيدروجين بايروكسيد إن هو ممكن بعض البكتيريا تقاومه، زي بكتيريا الستافيلوكوكاي أو البكتيريا العصوية يمكن إنها تقدر تقاوم ماء الأكسجين. يعني بمنتهى البساطة عشان نلخص كل اللي قلناه وما نتوهش من بعض، هنلاقي إن هو مفيد كعامل مؤكسد أكسدايزينج فاكتور، لأنه بيطلق الأكسجين النشط وبالتالي بيقضي على البكتيريا اللاهوائية، وكمان بيقضي على الفطريات أو الفنجاي، وبيوقف نمو البكتيريا كلها جميعا حتى بما فيها الهوائية، البكتيريا الهوائية. مش بس كده، طريقة الفوران وخروج الأكسجين منه كأكسدايزينج فاكتور فهو بينظف الجروح، وبالتالي بيشتغل بطريقة ميكانيكية. كون ان هو سائل كمان بيقدر يتوغل بعمق في الجرح وينظفه بشكل قوي جدا. كل دي فوائد لماء الاكسجين، ولكن على الجانب الاخر بلاقي ان هو ليه بعض المشاكل، زي ما قلنا ما بيقتلش كل البكتيريا، لان في بعض بكتيريا زي الستافيلوكوكاي اللي هي البكتيريا العصوية ما بيقدرش ان هو يقتلها، وبالتالي دي من ضمن مشاكله. من ضمن مشاكله انه بيقضي على الفايبروبلاست او بيقدر يدوب الفايبروبلاست الخلايا المسؤولة عن التئام الجروح، وبالتالي بيؤخر التئام الجروح، وبالتالي دي من ضمن مشاكله. يعني ببساطة لابد ان احنا نتعامل مع ماء الاكسجين بما له وما عليه، وبالتالي نستخدمه في الجروح البسيطة ولمدة كمان بسيطة عشان نساعد على التئام الجروح، ولكن لا ننكر فائدته الكبيرة جدا ان هو من ضمن العلاجات والمطهرات القوية والفعالة جدا لجميع الجروح. يعني ببساطة زي ما نقول او زي ما بتقول الحكمة، خير الامور اوسطها. وبالمناسبة خير الامور اوسطها دي مقولة لبعض الحكماء وليست حديث نبوي شريف، وليست من صحيح الحديث.
وبالتالي احنا بنؤكد ان ماء الاكسجين او الهيدروجين بايوكسايد لابد ان يستخدم، ولكن لا ضرر ولا ضرار، لا يكون بشكل كبير لدرجة ان هو يؤخر التئام الجروح، ولكن لابد من استخدامه. وصدق الله العظيم عندما قال في كتابه الكريم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة الأنبياء آية رقم 30. وأيضا قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر آية 49. صدق الله العظيم. وختاما أرجو أن أكون قد قدمت معلومة مفيدة وعلم نافع ينتفع به. ولا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا هذه على اليوتيوب، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أسفل هذا الفيديو، والتعليق بما ترونه مناسبا، أو الإعجاب إذا راق لكم هذا الفيديو. ودمتم بخير وحب وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.